تذكرت أحد العصور السابقة. أسلم. يقال في رجل رث الثياب وعلى قولتهم أنه خبل، راحوا الشعار للخليفة يأخذون، الخليفة كان وقتها يرهي عليهم بالفلوس، وراحوا الشعار ودخلوا، شافوا الناس ورايحين يملى الجرة ماء، شافوا الشعار دخلوا، قال معهم على الخليفة، كلن جاب كلن أدلى بدلو على قولتهم، كلن قال وانت يا ابو ثياب رثها وش تبي؟ ايه عاد هي باقي قصيدة انا ما تحضرنا الحين، ولكنه قال لنا بالمعنى. شفت الناس إيه؟ ايه شفت الناس دخلوا ودخلت معهم ابى ترزق الله، قال املوا جرته من الذهب، قالوا يا طويل العمر هذا خويل، هذا يقرطها يطلع منك يقرطها، قال ما علي انا رجال طيب وان شاء الله اني كيف وش ما يسوي انا اعطيه الوجه الله، من حضر القسمه فليقتسم. اي يقول هم لون جرته ذهب وهو يطلع، يوم طلع هم علموه الشعر، وثري ايش سوى؟ عطى الفقراء والمساكين كل واحد بوجهه عطاه، عطاه عطا يا مخلصت الجره هي كل واحد محتاج بوجهه عطاه، دري الوالي بهك الوقت، قال هاتوا، قال انت مصدقين والله الشعار انا اعطيته شيء ما، يوم جابوه قال له انا اعطيتك جره ذهب تروح توزع على خلق الله ليه؟ قال له بيتين انا ماني حافظهم، بعد حافظ بيت واحد منهم اللي يقول يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. يا سلام، هذا من ضمن القصيده. وهي مربط الفرس. ايه هم يلهدون الشعار، جاب شيء يدري ان الوالي يبي يغنيه بعد الله، قالوا املوا جرته 10 مرات. لا اله الا الله، شوف هذه من سرعه البديهه، سرعة على طول عطاه بيتين وخارج نفسه والله اغناه. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.